اهلا بكم من جديد مشاهدينا، دعونا ننتقل مباشره على الهواء الى العاصمه الاداريه الجديده والزميل رمضان المطعاني لنرى ما الجديد لديه. رمضان، ماذا لديك؟ نعم، في الذكرى السادسة لتولي الرئيس السيسي نحن هنا في العاصمة الإدارية لنشهد أهم الإنجازات التي تسطر يوم بعد يوم. نحن الآن متواجدون في يعني في الخلف منا من أهم المباني المتواجدة في المشروع والتي وصلت إلى نسبة كبيرة من الإنجاز، هو مبنى البرلمان المصري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي لا يوجد له نظير بالنسبة لبرلمانات العالم من حيث المساحة والتجهيزات المتواجدة به. دعينا نلقي يعني الضوء أكثر على تفاصيل هذا المبنى الداخلية والخارجية والمساحة مع المهندس عمر عثمان، أحد مهندسي مشروع البرلمان. برحب بيك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بيك يا فندم. لو اتكلمنا عن المشروع وليه هو من أهم يعني المباني اللي موجودة بالنسبة للبرلمانات في الشرق الأوسط. إحنا حاليا في مبنى مشروع مجلس النواب الجديد تنفيذ شركة المقاولين العرب، تبلغ مساحة الأرض اللي طالع عليها المنشأ حوالي 109 ألف متر مربع، مكون من مبنى رئيسي ومبنى خدمي. المبنى الرئيسي على مساحة 18 ألف متر مربع، متكون من دور بدروم ودور أرضي وثمان أدوار مكررة، ويشمل في المنتصف القاعة الرئيسية للمجلس المكونة من حوالي 3000 متر مربع، وبها قبتين. القبة الخارجية اللي حضرتك شايفينها متكونة من الساري النحاس والتشطيب القبة، وفي القبة الداخلية اللي تغطي سطح المجلس. معدلات الإشغال وصلت لحد فين بالنسبة لي؟ اتكلمنا عن الإنشاءات أو التشطيبات سواء الداخلية أو الخارجية. كإنشاء الخرسانات الإنشائية صبينا حوالي 160 متر مكعب خرسانات، الحمد لله تم الانتهاء بالكامل من المنشأ الخرساني ومن القبتين الستيل ستراكشر المكونين في القبة، تم الانتهاء منهم بالكامل. وبالنسبة للتشطيبات الداخلية وصلنا لحوالي نسبة 80% من التشطيب، وبالنسبة للوجايه وصلنا لحوالي 85% نسبة تشطيب من الرخام المحلي والكيرتن وول المصري. وبالنسبة لللاندسكيب في حوالي 3 مداخل رئيسية للمجلس، المدخل الرئاسي المخصص لرئيس الجمهورية والاستقبالات الرسمية، ومدخل الثاني مخصص لرئيس المجلس والوكيلين، والمدخل الثالث مخصص للسادة النواب. معي مهندس عمر عثمان، انتقل الى ضيفي الاخر الاستاذ ايهاب احمد نائب مدير الموارد البشريه بالشركه. برحب بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا وبرحب بك. لو اتكلمنا عن يعني حجم هذه العماله وحجم هذه الانشاءات وحجم هذا الانجاز في ظل فيروس كورونا ومحاربه الدوله لهذا الفيروس، ما الاجراءات التي تتخذها الشركه لحفاظا على العمال وسائر العمل؟ بالنسبه للاجراءات الاحترازيه، شركة المقاولين العرب من أول الشركات اللي طبقت الإجراءات الاحترازية. إجراءات الاحترازية عملها لنا رئيس السيد المهندس رئيس مجلس إدارة منظومة كاملة كدرع واقي لكل العاملين، بتبدأ من أول الكمامة لحد تطهير الاستراحات للمغتربين. بيبدأ في اليوم بسلم الراجل وهو ماشي، بسلم الراجل وهو ماشي كمامة غير الكمامة اللي لابسها، عشان وهو نازل الصبح من بيته يرتدي الكمامة دي عشان حفاظا عليه في المواصلات وحفاظا عليه من الناس اللي راكبه معاه في العربية. بعد كده بتبتدي يخش هنا الموقع هنا عندنا ممر تعقيم للسيارات، وشركة المقاولين العرب برضو من أول الشركات اللي تعمل ممر تعقيم للسيارات. كل الشركات إذا كان عندهم فممر تعقيم ذاتي بس، إنما إحنا عندنا ممر تعقيم للسيارات. خش العربية تتعقم من الخارج، وبيبقى في شخص تاني بيخش يعقمها من الداخل. بتنزل الناس تتجه الى ممر التعقيم الذاتي، بعد ممر التعقيم الذاتي بقيس له درجه الحراره قبل ما يخش الشغل، وعلى باب المشروع بنبتدي نشوف نتاكد برضو ان الكمامه لو فيها مشكله بالنسبه للشخص اتقطعت او كده او فيها مشكله بسلم له واحده تاني غيرها. بالنسبه للمكاتب عندي بتتعقم مرتين في اليوم، مره الساعه 7:30 الصبح ومره بعد ساعه الغداء. بالنسبه للاستراحات، شكرك استاذ ايهاب، نظرا بس لضيق الوقت وكثره المعلومات والاجراءات الاحترازيه، والشكر ايضا موصول لضيفي المهندس عمر عثمان. كما تابعنا يعني على كافه المشروعات هنا بالعاصمه الاداريه الجديده بالنسبه للحي الحكومي، ايضا نسبه يعني التجهيزات وصلت الى 90%.
حوالي الى من 85 الى 90%، ومختلف ايضا المشروعات من كل حدب وصوب. هنا كل يوم جديد يتم انجاز جديد على مستوى العاصمه الاداريه الجديده. اليك ماجدة في الاستوديو. شكرا لك رمضان من العاصمه الاداريه الجديده ومن امام مقر البرلمان الجديد، واستعرضت لنا الجهود المبذوله حتى الان في اتمام عمليه البناء رغم جائحه كورونا. شكرا لك رمضان على المتابعة. عودة لكم من جديد ولموضوع الحلقة اليوم في همزة وصل، وهو استراتيجية الدولة في تحقيق